دي مش حكايات مشجعة لناس ناجحين وبس، ده مشوار طويل من التعلم والتغيير والمحاولات وتكرارها. النجاح حصيلة مجهود صغير بيتكرر كل يوم. شغل عالي هو منصة الأشخاص الحقيقيين المخلصين اللي عاوزين يضيفوا قيمة ويقدروا يعملوا التغيير. دي كلمة كنا بنسمعها زمان أيام المدارس، لكن الحقيقة إنها تحدي كبير قوي. لما تشوف حواليك طيار كبير جدا، ناس بتكسب فلوس بسرعة، اسمه الثراء السريع الممكن، إنك تثبت وما تتهزش لما تسمع أرقام غريبة، ناس بتكسب مكاسب مهولة من حاجات ما تقدرش حتى تسميها مهن، ما تقدرش تقول عليها شغلانات جديدة. وده بقى اسمه أحياناً العادي الجديد، لدرجة أنه بعض الناس بقت لما تشوف ضغط الناس اللي بتكسب حواليها بسرعة، ومش بكلمك هنا عن مكسب واحد عمل فكرة عظيمة فكسب من وراها ملايين، ولا عن حد اتعلم حاجة نادرة جداً فبقى مرتبه مضاعف مرتبي، لا، بنتكلم عن الحاجات أو ضغط اللي اسمه غنوة ركيكة مثلاً تكسب صاحبها ملايين وإحنا قاعدين نتفرج. أشخاص إحنا عارفين إنهم ما قدموش أي حاجة ليها قيمة، لكن المجتمع يلمعهم ويخليهم نجوم ويطلعوا علينا وهم واضح عليهم جداً إنهم كسبوا فلوس كتير بسرعة. الثقافة المالية في الشغل دي حاجة مهمة جداً، وعايزة يعني لو تقدروا تشاركوني. حد قبل كده رفض شغل لأنه لما حسبها كده لقى إن المرتب هيتصرف على المواصلات وعلى الأكل اللي هاكله في الشركة طول الشهر؟ حد عمل الحركة دي؟ أنا ساكن في حلوان وكان شغلي في مدينة السلام، بعيد في مصنع يعني من المصانع الغذائية، فكان المرتب مش مجزي ان انا اصلا بركب مواصلتين من حلوان عشان اوصل مدينة السلام. طيب عملت ايه بقى لما ما اشتغلتش؟ مفيش، دورت على شغل تاني وبحثت اكتر لحد ما لقيت الشغل المناسب ليا، يمكن كان المكان بعيد نسبيا بس احسن بكتير من المكان اللي كنت اشتغل فيه في الاول. ساعات بنقول كده ان انا بحسبها في دماغي فبقول ان انا مش هشتغل الشغلانة اللي هصرف كل مرتبها على المواصلات وعلى المصاريف الشهرية، لكن في ناس تاني بتختار إنها توافق على القرار ده، مش غصب واقتدار ولا حاجة، بس لأنهم بيبقوا شايفين المبدأ المعروف جداً إن أنا بشتغل يا إما عشان أخد فلوس، يا إما عشان أخد خبرة، يا إما عشان أكسب علاقات، يا إما عشان أبني خطوة في مستقبل طويل. فكرة البطل الخارق اللي بيقدر يعمل كل حاجة دي فكرة موجودة في الأفلام وبس، لكن الحقيقة مليانة ناس عاديين بس بيعملوا حاجات خارقة. السر في كلمة من 4 حروف اسمها فريق. كل الأبحاث اللي بتدرس سلامة الأشخاص النفسية بتقول إنه قدرة الإنسان على حل المشاكل واتخاذ قرارات جريئة شوية، قرارات لصالح يعني إنه يبتكر أكتر أو يبدع أكتر، إن القدرة دي بتزيد لأضعاف في وجود فريق. الفريق بيحسن من نموك الشخصي، بيحسن كمان من رضاك عن العمل، عن الشغل بكل تفاصيله، بيقلل الضغوط من عليك. حد يقدر يشاركنا فريق جيد يعني ايه؟ الجود تيم يعني اعتقد لو في هدف واحد كله مستقر عليه ومتفقين عليه يبقى ده هيعمل تيم كويس او فريق كويس. حلو حلو، موافقه، بس هناقشك في كل فكره. هدف واحد بس انا هوصله الاول، ايه رايك؟ لا، هنوصله كلنا مع بعض. طيب برافو، انت جميله. مش كل الناس كده. ازاي الشغل نفسه يبقى مصدر فرح انبساط مش بس يبقى مصدر للفلوس؟ وطبعا لانه في ناس كتير تعز الكآبه زي عينيها، فانا خايفه ابص في عينين الناس وحد يقول لي يا عم ده انتوا ناس مرفهين، انبساط مين؟ احنا بنشتغل عشان لقمه العيش، مش كده؟ في حد فكر كده؟ انبساط مين يعني؟ هقول لك النظريه عشان نعرف نتقابل في نقطه. انا شخصيا اعز جدا اللي بيحترم لقمه العيش، لكن اعز اكتر اللي يحبها بكرامه. وهنا اعتقد اننا ممكن نتقابل في نقطه. الكرامة في لقمة العيش على رأي أهالينا كده لازماً ولابد يكون معاها انبساط، ما تمشيش أبداً أني أكل عيشي بكرامة من غير ما أكون مبسوط في الحاجة اللي أنا بعملها. تخيل كده أني اشتريت لك هدية غالية جداً، لكن قبل وقت التقديم
حصل لي اي حاجه، انا حسيت كده ان انا مستخسره ادفع فلوس تاني، خلاص وقفت معايا على ثمن العلبه. فقررت ان انا الف الهديه دي في ورق جرايد او في اي كيسه سمراء زي ما احنا بنسميها، واقول للشخص اللي اشتريت له الهديه دي اتفضل. هتعمل ايه في الغالب؟ يعني ده اللي احنا بنعمله اصلا في تقديم نفسنا للناس. بتبقى صدقني انت كويس، انت جميل زي ما احنا بنقول، وبتحاول وبتجتهد بتشتغل على نفسك كتير، لكن لما تيجي تقدم نفسك للناس عندنا طول الوقت مشكله. هويتك اهم حاجه بتوصل للناس مننا، غالبا بتعتمد على اللفه الاخيره دي، التغليفه في الاخر. ويا سلام بقى لو صوره او التغليفه دي متهندمه حلوه شكلها لذيذ. انت غالبا بتبقى سهلت على نفسك مهمه انك توصل هويتك. هويتك دي هي الهديه بالمناسبه. انت لو لفيتها لفه وحشه فالناس مش عارفاني، لو لفيتها لفه حلوه الناس هتعرفني على الاقل 10 مرات اسرع من ان انا ما اهتمتش بالحته دي. واحنا بنتكلم عن حاله كده بتصيب الناس اللي بتسافر في بعض البلاد، وتحديدا واحنا بنتكلم عن متلازمه باريس. وبالمناسبه ممكن يكون غريب شويه اني اقول لك انها حاله من الاعراض الحاده جدا للاكتئاب والضيق، بس دور ورايا هتتاكد كده انها مش بس حاله، دي مرض شائع كمان ناتج عن انه الناس اتسوقت لها صوره عظيمه جدا عن مكان، ولما وصلوا المكان ده احبطوا بسبب الواقع اللي شافوه. دكتور مجدي يعقوب، هيجي في بالنا ايه؟ علامه تجاريه صح؟ ايه؟ القلب. الطب صح؟ دكتور احمد زويل، محمد صلاح، كوره صح؟ ففي حاجه اسمها علامه تجاريه، وفي بني ادمين لوحدهم هم علامه شخصيه. يعني باختصار كل واحد فينا ماشي وفوق دماغه في يافطه بس مستخبيه، محدش يعرفها عن حاجه، انا مش شايفها لكن كل الناس اللي قدامي شايفينها. اليافطه دي مكتوب عليها شويه عناوين رئيسيه، اولها انت مين، وتانيها انت بتقدم ايه، وتالتها بتقدمه ده حلو ولا لا. كل التفاصيل دي مكتوبه عني من غير ما اعرف. احنا دايما في البرنامج هنا بنقول اننا بنقضي تلت حياتنا في الشغل، ونص نجاح الشغل في جملة أو كلمة اسمها التواصل. أعتقد أن كتير مننا مش بس يقدر يتخيل لكن كمان يقدر يفتكر كم المشاكل اللي موجودة في سوق العمل واللي سببها أصلاً مشاكل في التواصل. من أول يوم الانترفيو بتاع سيادتك لحد ما تمشي بالسلامة من شغلك، أنت محاط بكل الفرص أنك تتواصل أفضل وتحقق نتائج أفضل، أو أنك تتواصل أقل أو غلط هتحقق نتائج ضعيفة. لفت نظري جدا ان في نوع جديد من التنمر على المرأة موجود في اكتر مجتمعات ممكن تكون بتعتقد يعني انها بتقول على نفسها متصالحة، متصالحة مع مصطلح التمكين. التمكين يعني بالمناسبة ان كل واحد فينا يمكن انه يعمل الحاجات اللي هو نفسه يعملها، اي حاجة بقى ايا كانت اختياراته. يعني ببساطة كده زي ما عينك قادرة تشوف التمن اللي بتدفعه كل ست بتشتغل من صحتها ومن أعصابها عشان تقدر تعمل أدوار كاملة في كل مكان هي مسؤولة عنه أو مسؤولة فيه. اوعى كمان تفتكر أننا كمجتمع متصالحين تماماً مع فكرة عمل المرأة، لا، الحقيقة أنه لسه بدري جداً. مهما شفت حواليك من نماذج ناجحة وأحياناً مبهرة للمرأة العاملة، لأنه المرأة العاملة دي نص نجاحها تحدي للظروف، لكن المجتمع يعني لا، لسه المجتمع بيعافر في انه يقبل الست اللي بتشتغل. واولها ودي حاجه بقى كانت مفاجاه من شهادات ناس كتير، انه ساعات بتبقى من الست اللي زيها كمان قبل ما يكون من الراجل اللي بيقاوم نجاحها وقدراتها. لبعض الرجاله قدرات دي بالنسبه لهم خارقه فبالتالي مش مقبوله. هنا بقى هنيجي لأصل السؤال. لو سألت أي ست ناجحة وبتشتغل أنت عاوزة الناس تشوفك إزاي؟ وده سؤال بالمناسبة لازم نسأله هنا. في هنا كم بنت بتشتغل؟ يعني بشتغل بعمل دوري زي ما غيري بيعمل دوره. راجل أو ست عايزة تشوفي الناس تشوفك إن دورك طبيعي، دوري طبيعي، وجودك طبيعي، مش إن أنا واخدة مكان حد أو حد واخد مكاني. بتحسي حد بيبقى بيفكر كده ساعات؟ كتير. انا بشتغل في بنك عموما. والمنافسه شديده انا عارف. طيب مين هنا ام، يعني حد يكون ماما وبتشتغل؟ لان غالبا دول اللي يعني دايما ما كنتي تقعدي في البيت بقى، ما الولاد اولى.
هو فعلا وقت الشغل مغطي على وقت ولادي كتير جدا، وكمان بسافر كتير وبسيبهم، بس انا بحب الشغل وعايزه اثبت نفسي فيه. اه بس مش حاسه انه يعني دي حاجه مخليه الدنيا عندك مش موزونه يعني؟ إيه لا، انا على قد ما بقدر بحاول اوزن بينهم وبين الشغل. يعني هو ضغط طبعا عصبي ونفسي وكل حاجه، بس بحاول الحمد لله. تحبي الناس تشوفك مقصره مع اولادك؟ إيه لا طبعا. او حد بيحسسك كده؟ لا خالص. بالعكس، كمان عندي كمان في البيت بيشجعوني اني اعمل ده. احنا عندنا سلوكيات متطرفه، العاميه المصريه لقت لها حل وسمتها الافواره. احنا بنبالغ في كل حاجه، يعني اللسان الحلو ان انا بكلم الناس بكلام لطيف وبوعدهم بحاجات حلوه او بطمنهم، يعني ظبطته مش انه يكذب لكن انه يبقى لسان مرحب ومنضبط يعني، لكن مش معناها ابدا انك تكون مدلس وكذاب. تريح الزبون مش معناها كده، والعكس تماما. لما تروح تاخد خدمه وحشه جدا، المعامله الوحشه جدا والتعالي على لقمه العيش اللي بعض الناس بتعملها برضو بدافع الافواره، ممكن بعدها تتوقع يعني ازاي ان يجيلك خير وانت بتقدم الاداء ده. الحاجه الغريبه بقى في الافوره والناس اللي بتوعد من غير ما توفي انه مش بيحترم ذكاء الاخرين. لازم تعرف وانت بتقدم وعد بخدمه او بحاجه او بانك شاطر قوي واجمد واحد في الموضوع ده، لازم تعرف انك بتتعامل مع شخص ليه سابقه خبرات في الحياه، وانه غالبا اتعامل مع حد في نفس مجالك، وغالبا عنده انطباع مسبق عن كل الناس اللي شبهك. فخلي بالك، في قاعدة لذيذة جدا، ولأننا النهاردة بنتكلم عن المبرمجين فالمبرمجين كمان بيستخدموها، إنها اوعد أقل وسلم أكتر. دي حاجة ممكن تساعد جدا في إنك تبني سمعة كويسة. ودي أكتر، لأنك لما بتدي أنت مش بس كسبت في الشغل، أنت كسبت في العلاقات، والعلاقات طول الوقت أهم بكتير من الشغل. زي ما سمعنا شغلانة الإخراج فيها قدر كبير جداً من الإبداع، قدر كبير جداً من الفن، إلا أن الأمر زيها زي أي شغلانة تانية لا يخلو من قدر ساعات من الكذبات. أنا ما عنديش هزار. عارفين الشخطة بتاعت أول السنة دي؟ حد فاكرها؟ واحدة تانية مشهورة جداً جداً لما يقولك أنا واخد منه لبيتي. دي جملة لذيذة كده بتتقال عشان يعمل روح ألفة يعني، ويقول لك إن أنا مش عايزز عليك حاجة ومديك أغلى ما عندي، ودي حاجة حلوة أنا جايبها كمان لنفسي. كذبة التالتة واللي موجودة في المجتمعات اللي فيها ثقافة أقل، إنه الدجل ممكن يكون حل. من الحاجات المنتشرة جداً إن الواحد يبقى عنده مشكلة نفسية فيقولوا له ده ممسوس، ده محتاج يروح عند شيخ أو قسيس، لكنه هو ما عندوش حاجة متقلقش وديه كده بس أمسوس، والحقيقة محتاج بس يروح العيادة. هيقول لك أصل إحنا بنجيب الخامات من بر، وفعلا الحتة دي فيها جزء من الحقيقة. أي خامات موجودة من بر البلد بتبقى بأضعاف الثمن، لكن مش دايما بتبقى أنت محتاج أصلا الخامات من بر، وإنت لو ما عندكش عقدة الخواجة ممكن تفاصل شوية في الحتة دي وتستخدم خامات محلية، وتبقى شجعت الصناعة المحلية على الأقل. الكذبة الخامسة لما تسمع في أي عيادات تجميل كلمة هيقضي على مشاكل أي حاجة نهائياً. مفيش حاجة بتقضي على مشاكل حاجة نهائياً. طبعاً التجميل بيحسن الأثر وبيحتاج مرات كتير جداً في المتابعة، لكن مفيش حاجة اسمها أبداً نهائياً دي. خلي عنك، خلي دي واحدة من كلاسيكيات البيع في مصر. كذبة لذيذة كده، إحنا متعودين عليها وعارفين إنها مش بجد، لكن هي لذيذة بنحب نسمعها وهو كمان بيحب يقولها. الكذبة السابعة، شركات السياحة رأس مالها كبير. الحقيقة دي كل الناس فاكرة كده، لكن الحقيقة أنه ممكن تبتدي شركة سياحة برأس مال معقول والأمور بتمشي واحدة واحدة، لكن مش شرط أبداً يكون عندك رأس مال كبير، هي في الأصل تقديم خدمة. أحياناً هيقول لك الصفحة فيها مشكلة تقنية، دي بتتقال لما حد يبقى عمل غلطة لكن لسه مش عارف يحلها، فبيقول لك أن الفيسبوك فيه تكنيكال إيشو. دايما الكلام لما بيتقال بالانجلش بيبان مهم، يعني مش عارفه ليه بس هي بتتقال. الكذبه التاسعه، لازم يقنعك انه حافظ الكلام ده كله. هو بيحاول يقنعك ان الكلام العظيم ده كله يا اما من دماغه هو شخصيا، لا والاكثر انك تعتقد انه بيرتجله. والحقيقه ان الارتجال مهاره موجوده عند عدد قليل جدا من المذيعين، لكن في الاغلب هو بيقرا
كلام متحضر ومعد جيدا من جهاز لذيذ بيساعد على اني افتكر كل الافكار دي، لان مفيش حد فينا يعرف يرتب ذهنه في كلام طويل كده لوقت طويل. الأسطورة العشرة انه هيسلم في معاد البلان. تسليم في المعاد اللي بيتمضي عليه في العقد ده مخاطرة غالبا غير محسومة وغير محسوبة في معظم الوقت. في العادي ربنا يسهل له ويسهل لك، لكن هو لو كل الأمور مشيت كويسة يا رب تستلم في المعاد. تعالوا نشوف بقى أشهر 10 تحديات في شغلانة دكتور التجميل. واحد من التحديات دي هو الصورة الذهنية عن الطب النفسي. اقنع كل اللي حواليك ان زيارتك مش وصمة، وانك كطبيب هم محتاجين لك، وانه محتاج يروح لك العيادة مش يحكي لك قصته وهو واقف معاك في السوبر ماركت او في الشارع. التحدي التاني هو المظهر. من أهم الحاجات اللي مفروض تكون موجودة في موظف المبيعات هي مظهره. التحدي الثالث لأي حد بيشتغل في المجال ده طبعاً الأجازات. في ناس كده معروف إن هي الأجازات دي بالنسبة لها هي موسم الشغل، فاللي بيشتغل في السياحة هو ما عندوش فكرة إنه يقضي العيد مع أهله أو إنه هياخد الأجازات في المواعيد الطبيعية للناس اللي بتاخد الأجازات. التحدي الرابع بجد إتقان اللغات. زيها زي أي شغلانة أو وظيفة في الدنيا، إتقان اللغات بقت حاجة مطلوبة من كل الناس، لكن المذيع مطلوب منه بشكل أكبر إنه يبقى بيتقن أكتر من لغة. وبعض الناس هتقول لك ما هو بيتكلم عربي يتقن لغات ليه؟ بس إتقان اللغات في حياة المذيع مش بس عشان الحوارات، لكن كمان عشان يقدر يتحرك ويدور ويذاكر تفاصيل كتير أعتقد مصادرها لازم تكون بلغات تانية. التحدي الخامس مراجعة المحتوى. الناس اللي بتشتغل مظبوط والشركات اللي بتعمل خطة تسويقية مظبوطة بتعمل المحتوى وبتبعته للعميل علشان يراجعه، وبعدين العميل يقول يلا تمام اشتغلوا. أول ما الحاجة تنزل على السوشيال ميديا بيجي لهم المكالمة الشهيرة بتاعت لا الكلام ده مش مظبوط، أنا ما راجعتوش. ففي الغالب هو ما بيشوفش الكامبين حصل أصلا. معايا ناس هنا جامدين جدا هو ما شافش أصلا المحتوى، لكن شافه لما نزل على الصفحة. فنرجع نبتدي نتعامل مع الموقف ده تاني. المدرس اللي بيغضب. الغضب واحدة من تحديات المدرس، لأنه في بعض الأحيان عنده تحدي أنه يتمالك نفسه قدام استفزاز طالب أو رد مش مظبوط أو طريقة مش مناسبة ليه. هو في النهاية إنسان يقدر يمسك غضبه، ده تحدي حقيقي. التحدي السابع السوشيال ميديا. تخيل كده تبقى عندك شوية مهارات وكتير من الخبرات، وتلاقي أنه على مواقع التواصل الاجتماعي هي واحدة من الحاجات اللي صعبت الشغلانة شوية، لأنه في ناس زي إنفلونسرز أو غير متخصصين واخدين الديكور وحلول التجميل كشغلانة جانبية وبيشرحوا للناس وبيسهلوها أحياناً على الناس، لكن بيصعبوها طبعاً على المهندس المتخصص. التحدي الثامن، المخرج بيعتبر هو رب العمل وهو الشخص المسؤول مسؤولية كاملة عن كل حاجة غلط بتحصل، وكمان طبعاً بيرجع له الفضل وقت النجاح، لكن هو من غيره فعلا مش هيبقى فيه صوره كامله من اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنشوفها على الشاشه. التحدي التاسع في مهنه الجواهرجي هو الرقمنه. كل حاجه دلوقتي بتتحول للرقمنه، يعني بتبقى ديجيتال. فتخيل كده انه التاجر القديم بشكله القديم هو قاعد في محله ومستني الناس تجي له. في دلوقتي اجيال كامله حتى المجوهرات والفضه والذهب بيشتروها اونلاين. لو ما اتطورش وبقى جزء من السوق الجديد ده هو في الغالب بيبعد كتير. التحدي العاشر تحدي غريب شوية، بس هو مطلوب منه انه يتخلى عن اللوجيك. المبرمج كل دماغه بتشتغل بشكل انه يعمل لوجيك، انه يحل مشاكل. ففكرة اللوجيك او المنطق هي بتدور في ذهنه طول اليوم، فكل حاجة بيحاول يحط لها منطق. حاجة مرهقة قوي لما بيزهق من البرمجة ويعيش كده زي الناس العاديين، بيحاول يحط لوجيك لكل حاجة عادية، وانتوا عارفين طبعا الواقع مفهوش أي منطق، فبيتعب طول الوقت. كل التحية لكل المبرمجين اللي نعرفهم اللي حقيقي بيعملوا شغل عالي. احنا عندنا طول الوقت معضلة السؤال بتاع الصورة الذهنية عن المنتج اللي احنا بنبيعه.
فبعض الناس بتفتكر انه شغلانته الاساسيه هو انه يبيع المنتج وخلاص. قولي لي ازاي التسويق ممكن يكون حلقه الوصل ما بين فريق المبيعات وما بين الفريق اللي بيخطط وبيحط استراتيجيات يعني. بصي يا دينا، اول حاجه لازم ان احنا نقدر ان احنا نقنع فريق المبيعات ان هو يقنع العميل انه يشتري، واقنع في نفس الوقت العميل ان هو برضه يشتري. فلازم نشتغل على حاجتين اللي هم البي تو بي والبي تو سي. اوكي، البي تو بي ممكن يبقى انترنال او داخلي جوه الشركه، فلازم اصلا اللي بيشتغل على الخطه او الاستراتيجيه يبقى عنده ثقه في المنتج ده او مقتنع بمميزاته فعلا. عشان يبقى عندك طموح او عندك شغف إن انا اشتغل عليه، تقنعي اللي قدامك ده بمميزات المنتج ده. يعني النظريه اللي كانوا بيقولوها لنا زمان بتاع ان المتخصص في المبيعات ده يبيع اي حاجه، ده انا ابيع الهوا، ده مش كلام منطقي. ما هو انت ممكن تبيعي الهوا بس هتبيعيه مره مش هتعرفي تبيعيه تاني. كتير جدا الافكار الحلوه والناس الشاطره، هل ممكن التكنولوجيا تساعد في انها تقلل الميزانيات الضخمه فتخلينا نشوف ابداعات اكتر لناس اكتر؟ طبعا احنا لازم نبقى عارفين رساله مهمه جدا بنقولها للصناع نفسهم، يعني انه التكنولوجيا هي عامل مساعد، تول، يعني مش هدف نهائي، انما هي اداه تساعد للابتكار زي ما حضرتك تفضلت كده. فده دي رساله مهمه بنقولها دايما لاصدقائنا في المجال يعني. ولازم التكنولوجيا يكون ليها واحد من ثلاث اهداف، يا اما بتقلل التكلفه، فالصانع الفيلم او صانع الدراما او صانع الموسيقى او اي شيء من هذا القبيل مقبل عليها لانها توفر له، او بتوفر في مده التصوير، فبدل ما هنصور مثلا في 4 أسابيع ولا في شهرين هنصور في 3 أسابيع. يا اما الطفره دي حصلت اكتر في البوست برودكشن، في المونتاج مثلا. البرودكشن ده مهم، يعني لكن قصه كبيره على فكره. مظبوط، تحيه. او بتدي كواليتي احسن، فلازم واحده من الثلاثه دول التكنولوجيا بتكون بتوفرها. لو التكنولوجيا ما بتعملش واحده من الثلاثه يبقى مالهاش لازمه. ودي رساله مهمه جدا، ان احنا اللي احنا بنقوله ده كمان، وده الناس عارفه يعني، كلهم اصدقائنا يعني، انه عمره ما هيحصل من غير ما تكون الصناعه نفسها والصناع نفسهم مؤمنين باللي احنا بنعمله. انا لازم ادخل ابني او بنتي كليه قمه وطب وهندسه. لو الناس بتقرا الريبورتس او بتقعد تشوف تعمل ريسيرش، بس ريسيرش بسيط جدا على جوجل، كام واحد بيتخرج من هندسه، كام واحد بيتخرج من طب، كتير قوي، والوظايف اللي بيقابلوها قد ايه بالظبط. وفي بحث بالعكس بقى، ايه الوظايف المطلوبه اكتر بالظبط، هنلاقيها مش هي الوظايف خالص اللي احنا بنذاكرها يعني بالجامعة. من التوب 10 مفيش اي حاجه ريليتد بالطب الا والهندسه، غير اللي هي حاجات الكمبيوتر ساينس اللي هي بقى جوه الكمبيوتر ساينس، الاي اي والديفلوبمنت والكلام ده كله. فكره الطب النفسي والاتاحه بتاعته دي عظيمه، بس مش هتكمل غير لما الناس اصلا يبقى عندها ثقافه اللجوء للطبيب النفسي. مظبوط. فاحكي لي عن الاقبال. اول لما ابتدينا كان عندنا مشكلتين، ان مفيش اقبال من الدكاتره، ومفيش اقبال من ناس يستخدموا الخدمه. لما تروح تقول للدكتور تعالى انت هتعمل علاج نفسي عن طريق الانترنت، فيعني احنا اوقات كتير اتطردنا من العيادات، يعني اللي هو انت يعني اللي انت بتقوله ده اصلا يعني مش علمي ومش طبي، وازاي بتقول كده. فده كان جزء. الجزء الثاني انه الناس دايما بتخلط ما بين المرض العقلي والمرض النفسي، فهم بيتعاملوا مع انه المريض النفسي هو مجنون او شخص ما ينفعش يبقى جزء من المجتمع، فاتولد من ده وصمه. فابتدينا نشتغل على التوعيه. كان عندنا حاجتين هما اللي عملوا الطفره الكبيره. واحد، ودي حاجه الناس ما بتحبهاش، كورونا، لانه العيادات قفلت، ففجاه الدكاتره كلهم جم قالوا لنا ايه ده، احنا كده مش عارفين نشوف العيانين بتوعها، محتاجين نبقى على شيزلونج عشان نشوف العيانين. هو انتوا اشمعنى بتقولوا في مبنى صديق للبيئه ومبنى تاني لا تنطبق عليه المعايير؟ اشمعنى البيوت القديمه بتاعه العشرينات من القرن اللي فات كانت جميله ومبهره وجواها حلو، والبيوت الجديده بتاعتنا خنقه وحر واسمنت كتير؟ يعني قول لنا الفرق، وقول لنا لو انتبهنا ممكن نعمل ايه في اللي جاي. بصي، هو الاتجاه اللي في العالم كله حاليا انه لازم المباني تكون بتسيف انرجي، يعني بتوفر طاقه، سواء كان المباني دي بتقدر ان هي توفر الطاقه اللي هي هتشتغل بيها كاناره وتبريد او تدفئه، او ان هي بتوفر ريسورسز او ريسورسز خامات او موارد.
فده الاتجاه المتعارف عليه حاليا في العالم كله. احنا سعداء بمبادره جميله حضرتك قمت بيها اسمها ما تخبيش وشك. فخلينا الاول نشرحها للناس كده. هي مبادرة ما تخبيش وشك مبادرة الهدف منها النظرة بشكل أشمل للأطفال، مبدئيا الأطفال وبتشمل تتوسع لتشمل كبار، لكن الأطفال اللي مولودين باختلافات تكوينية في شكل الوش والرأس أو ما اصطلح على تسميته بالعيوب الخلقية، وكمان حتى لو في مشكلات أو تغييرات مستحدثة نتيجة حروق، نتيجة إصابات، نتيجة التهابات، أي شكل أي شيء بيغير في شكل الوجه والرأس تحديداً، لأنها بوابة التواصل بتاعة الإنسان مع نفسه في المراية كل يوم ومع المجتمع والآخرين. اعتدنا على أن احنا نتعامل كجراحين مع مثل هذه الحالات زي أي حالة جراحية. علاقتي بالمريض بتبدأ لما بنبدأ فحوصات العملية وبتنتهي لما بنخلص إجراءات المتابعة، وده في العادة مع معظم المشكلات الطبية والجراحية بيحل المشكلة للمريض، اللي بيشيل المرارة أو الزايدة أو اللوز أو ندبة في الجلد بتنتهي مشكلته، لكن اللي مولود باختلاف تكويني عادة بيجيني وهو مر بجزء من المعاناة أو المشكلة النفسية وبيكمل مشاكله وبتتحل بالتدريج مع النمو. غالبيتهم أو جزء كبير منهم بيستمر العلاج معاه ومراحل العلاج لحد ما بيكمل 18 أو 20 سنة. أحياناً واحد وهو بيصرف كده، ودي حاجة أكيد فكرته فيها، بيجيله حالة كده من الذنب الاجتماعي. تمام. أنا بصرف واشتري مثلاً أكل قد كده وأنا غيري مش قادر يعمل كده، أنا مش قادر أوصل، أنا بشتري لبس، أنا بشتري بسافر، أنا بصرف. فطرق الإنفاق دي هل كمان عندكم حلول ان انا وانا بصرف كده اقدر جزء من المصاريف بتاعتي دي تتوظف في حاجه انا برضو بحبها بما انه حللت سلوك المستخدم ده؟ تمام. ده جزء اصيل في فكره الابلكيشن في حاجتين. اول حاجه انا بقول لك انت صرفتي قد ايه بدايه علشان ما يجيلكيش هذا الاحساس بالذنب. فانا بقول لك انت صرفتي الشهر اللي فات 10 قروش ولا 8 قروش ولا 6 قروش وجالك كاش باك عليهم المبلغ الفلاني. فاحنا عندنا في ديسكو عندك زي حصالك، فانت بقى في حصالتك زي الحصاله بتاعتنا بتاعت زمان اللي كنا نجيب برطمان كده ونقطع الغطا ونحط فيه الفلوس اللي معانا. فانت عندك بقى الحصاله بتاعتك النهارده فيها قد ايه يا دينا؟ فيها 50 جنيه سي. بقى عندك 50 جنيه. طب ما تيجي بقى يا اما تصرفي ال 50 جنيه دول، واحنا عندنا ميزه انك يكون تقدري تصرفيهم كاش، تاخديهم كاش. مش بديكي فاوتشر تصرف، انت ممكن برضو تحولي نقط البوينتس بتاعتك الفلوس دي من عميل للتاني. يعني فين انت عندك ديسكو وعندك حد انت شايفه ان هو ايه يستحق الكاش باك ده وعنده ديسكو، فتحوليها له في رصيده على طول مباشره. حلوة. كفرد. فانت بتحولي لجهه او تقدري تحولي لشخص. والشخص بياخد فلوسه دي ازاي؟ تروحي لاي حد عنده مكنه من مكنات الدفع دي تقولي له انا عندي الكلام ده، لان احنا متفقين مع الشركات دي كلها. فيروح فاتح الدرج كده مديك ال 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه 1000 جنيه وتصرف. او لا وانت قاعده في مكانك نزلها لي في المحفظه الالكترونيه بتاعتي عند اي شركه من شركات المحمول او اي محفظه الكترونيه تبع البنوك. احنا عايزين نعرف الخطر القادم على شركات السياحه، وهل انتوا بتقدموا نفس خدمه الشركه السياحه او انتم او المنصات اللي تشبهكم، المنصات اللي بتقدم الخدمات السياحيه ممكن تبقى خطر على مستقبل القطاع ده؟ شركات السياحه ممكن تختفي بعد كام سنه؟ لا لا، هي مش ممكن تختفي الحاجه، هي احنا ممكن من ضمن الخطط بتاعتنا ان احنا نحاول نقدم الخدمه دي لشركات السياحه اللي هي الاوفلاين مش الاونلاين. هو لسه في حد اوفلاين؟ اه طبعا. في شركات سياحه كتير في مصر ما بتقدمش خدمه طبعًا. اونلاين تشتغل على الاوفلاين، بتشتغل بالتعاون مع الناس التانية اللي بتقدم خدمات. تمام. انما هو لما هيكون لي منصه هو كمان تمام، هو بيكون متعاقد مثلا مع شركه 2-3 ايا كان، وبيكون واخد منهم عروض كويسه واسعار كويسه. ده بتاع شركات سياحه عروض خاصه بيه مثلا ماشي، وهو بيحاول ان هو يسوق الحاجات دي بس اوفلاين. فاحنا بنتكلم ان احنا عندنا دلوقتي الحمد لله الخبره ان احنا ممكن نتعاون معاهم ان هم نخليها اونلاين، وبعد ما هي كمان تبقى اونلاين تبقى من ضمن ممكن تبقى شركات السياحه اللي موجوده عندي على المنصه. الاول ليه الناس محبطه من الشركات مقدمي خدمات السوشيال ميديا،
ودي لو سألنا أي حد صاحب عمل هيقول لك أنا اتعاملت مع 10 شركات بطريقة كده يحسسك إن الموضوع ما فيش فايدة. صح. والسؤال التاني، هو الناس محبطة بس ولا كمان اللي بيقدم الخدمة هو كمان لسه متلخبط؟ ده سؤال حلو جدا، هبدأ بيه بصراحة. هو كلنا محبطين فعلا، محبطين من بعض كمان جدا ده حقيقة. طيب ليه؟ يعني مش مجرد بنقول كلمة ومش عارفين وراها ايه كتكنيكال، يعني لأن المجال لما بدأ في مصر ينتشر مش بيزد على كي بي ايز وماتريكس كلنا بتحاسب عليها، او بشكل ابسط منهجيه واضحه لكل المؤسسات سواء اللي بتشتغل في قطاع التدريب او بتشتغل في قطاع تقديم السوليوشنز في مجال الديجيتال. فاللي بيقدم السيرفيس دي معظمها انا عايزه بس اترجم معلش، تقديم الحلول في مجال الديجيتال يعني الشركه اللي بتقدم لك خدمه بالزبط. اداره الصفحه بتاعتك بالظبط، بالكونتنت بالديزاين بالاعلانات وهكذا. فابتدى يحصل كونفليكت في ايه؟ ان انا وانا بقدم لك القصه دي برضو معظم الناس مش عندها اكسبيرينس حقيقيه، واخدها من فوق ان انا نزلت بوست على سوشيال ميديا عمل شير وانجيجمنت وبقيت انفلونسرز اند سو اون، فبقيت انا وخلاص جامد. انا جامد جدا بقى في حاجه زي دي، فبعلي سقف توقعات الناس اللي بتخش الاندستري مش بيزد على ساينس. الناحيه الثانيه كلاينت هو برضو سوشيال ميديا، انت تعمل لي اعلان ب 100 جنيه هتوصلني لمبيعات سيز مليون جنيه مثلا، مش عارف ده مستحيل مش هيحصل. ويبدا هو يشتكي، لا انا ما خدتش اللي انا عايزه، انا بخسر، انا متضايق، انا مش حاسس شغلك، ونبدا نخش في احاسيس. وهو الشركه الناحيه الثانيه برضو مش عارف يوصل له احنا المفروض نتعامل مع بعض ازاي. تفتكر انه مهنه زي مهنه المذيع ممكن يبقى مستقبلها هو صانع المحتوى اللي بياخد دور المذيع؟ توافق على الراي ده ولا انت جدا عندك تجربه ثانيه؟ اوافق جدا، صانع المحتوى ده هو اللي جاي، رضينا او ما رضيناش هو اللي جاي، اللي عنده يعني اذا كنا بنشوف ان مواجهه الكاميرا اداه، فصانع المحتوى عنده ادوات كتير جدا، لو اكتسب الاداه دي هيقدر يواجه الكاميرا بمنتهى السهوله. يعني انت ما تقلقش من انه يبقى فيه محتوى كتير موجود حتى لو رديء؟ ما هو الرديء ده بيثبت قد ايه انا محتوى جيد. وكل ما في محتوى جيد حواليا هيدوروا في مناطق انا ما دورتش فيها، فهيستفز عقلي ان انا ادور على مناطق تانية. في رايك ايه اهم ما يميز المذيع الجيد؟ بخلاف انه يبقى حاضر. حاضر بمعنى انه متابع، يعني روتين يومه مبني على استقاء الجديد، استقاء الجديد كمعلومه كشكل كطريقه. بالمناسبه متابعه الترند مش تفاهه، متابعه الترند جزء من صناعه محتوى جيد. فاهم حاجه احب اعرفها لكل الناس طبعا ان القطاع المصرفي كله، البنوك واكثر الشركات كلها بتحاول انها تتحد مع بعضها علشان يبقى في حاجه بتحصل توصل للافراد البساط. هديكي ابسط حاجه، بما اني في لجنه التنميه المستدامه في اتحاد البنوك، احنا من 2014 بنطور، جمعنا نسبه من فوائد البنوك او النسبه الارباح اللي البنوك عملتها وعملنا مبلغ كبير جدا الحمد لله، وبنطور عشوائيات. تم اختيار منطقه حلوان دخلنا فيها احنا من 2014 لغايه النهارده، بنطور كل حاجه فيها، يعني مش الحجر بالحجر والبشر والاطفال والسيدات والرجال والشباب وكل حاجه. القطاع الخاص كان دائما ابدا الكل بيبص عليه ان هو دوره راس ماليه للمساهمين، ان هو المفروض ان هو يعمل ريفينيو ويعمل ربحيه، والكلام ده من ايام ميلتون فريدمان من 2000 من السبعينيات. تطور الوقت والنهارده بنتكلم على ان القطاع الخاص ليه دور تنموي واضح، شريك تنموي مع الحكومات، لان الحكومات ما عندهاش الفاندنج التمويل الكافي ان هم يقوموا بالمجتمعات وان هم يعملوا دور التنموي اللي محتاجينه، سواء في التعليم ولا في الصحه ولا في البنيه التحتيه. ده اللي بنسميه مثلث التنميه. ده مثلث التنميه، الحكومه، القطاع الخاص، القطاع الخاص والمجتمع المدني. ان المسؤوليه المجتمعيه والتنميه المستدامه ده لازم يبقى جزء رؤيه داخل ورؤيه داخل المؤسسه، وجزء من الدي ان اي او الدم اللي بيمشي في شريان المؤسسه اول اوفر المؤسسه. فالقصه انه هي داخل الشريان بتاع المؤسسه، كل مؤسسه بتختار وفقا للفاليوز بتاعتها المجال اللي هي هتوبريت فيه او اللي هي هتتفاعل فيه مع المجتمع ومع السوق على فكره، ومع موظفينها ومع البيئه. ان احنا لما بنشتغل على المستوى المسؤوليه المجتمعيه في مبادرات،
انا انا محتاجه ان انا اوصل للناس اقول لهم انا بعمل ايه. بس انا مش طبيعي، مش لازم ان انا استفيد يكون في فايده مباشره ليا كشركه من هذا العمل اللي انا بعمله كمسؤوليه مجتمعيه تجاه المجتمع. احنا جزء من مجموعه كبيره اللي هي مجموعه ماليه إرمس، واحنا عندنا فاونديشن متخصصه للسي اس ار بالثري بيلرز بتوعه بالظبط، وبتعمل كل حاجه بتتعمل سواء صحه او اعاده تاهيل او بتاخد كره كامله في الصعيد وبتطورها وبتطورها فروم اي تو زي. فاحنا مهتمين قوي نبقى كمان ريسبونسبل براند. يعني ايه ريسبونسبل براند؟ لان هي دي او يعني شركه مسؤوله، شركه مسؤوله ادائها في السوق بيعبر عن مسؤوليه. نعملها ازاي؟ فبنقول دايما ان احنا عايزين نوفر للعملاء بتوعنا حاجات مش طبيعي تكون متوفره في الشركات الشبيهه لينا، عشان لما العميل النهارده يقرر وسط المنافسه انه عايز يشتغل مع حد هيبقى عايز يشتغل مع حد قريب ليه، حد بيساعده. فبدانا نعمل حاجات مختلفه. اول حاجه مثلا بنعملها ان احنا مهتمين بتمكين الشباب، فقررنا ان احنا يبقى عندنا نموذج اعمال بيخاطب طلبه الجامعه. فحضرتك النهارده طلبه الجامعه يقدروا يحصلوا على قروض مثلا صغيره جدا. الهدف منها هنا الحقيقه ان انا اوصله للفاينانشال انكلوجن بدري قوي، ابدا ابني له كريدت سكور بدري قوي. اي حد بيشتغل في المجال ده بيشوف ان هو وقت ما خد القرار ان يدخل الطريق ده كان بياخد الطريق اللي هيوصله ان هو النهارده يتحكم في مصير كل البشر الموجودين على الكوكب. لان احنا بنتكلم مفيش النهارده، شفت مرعبه يا مرعبه طبعا طبعا، لكن مفيش حاجه في حياتنا البرمجه ما بتدخلش فيها. التليفون اللي في ايدينا هو عباره عن سوفت وير او برمجه. كل الحاجات اللي بنستخدمها في حياتنا، العربيه اللي بنركبها، الاماكن اللي موجود فيها. النهارده بقى في حاجه اسمها سمارت هومز، بقدر اتحكم في كل الاجهزه الموجوده ببيتي عن طريق سوفت وير، فبقت موجوده في كل جزء من الحياه. فبالتالي ما بقتش اقدر افصلها عن حياه الانسان. حتى المصانع اللي بيتحكم في المكنه النهارده برامج مش اشخاص بالظبط. وحتى المهن التقليديه، وده حقيقي احنا بقالنا كتير في البرنامج بنحاول نقنع الناس بيه، اذا لم تتصالح مع الحلول التكنولوجيه الجديده مظبوط هتروح فين؟ للاسف ان هو ما حدش هيقدر يسرفايف بدون التكنولوجيا. ما فيش اي مهنه هتقدر تكمل بدون المكون التكنولوجي اللي موجود فيها، بدون ما يكون في مبرمج عارف ان هو يشتغل، سواء كانت المهنه دي حسابات، سواء كانت صناعه، سواء كانت تجاره، سواء كانت نقل، سواء كانت سفر. كل مجالات الحياة النهاردة معتمدة على التكنولوجيا. هنا الناس اللي عملت شغل عالي.